يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من أبنائك من طلاب إحدى حلقات تحفيظ القرآن، ونتشرف بالحضور لدرس التفسير، فما نصيحتكم لنا؟ وهل من كلمة توجيهية في هذا الأمر؟ نعم، نوصيكم بتقوى الله والحرص على طلب العلم في التفسير وفي غيره، وفي حضور درسنا وحضور درس غيرنا من المشايخ، احرصوا على هذا. وفي المقدمة احرصوا على دروسكم النظامية التي تدرسونها في المدارس، في المعاهد، في الكليات، هذه في المقدمة. نعم.